زينب، متعودين دائما بصباحنا غير نستقبل السيدات اللي عندهم مشاريع خاصة مميزة ضمن مساحتنا الحالية. راح نضوي على عالم الهاند ميد وصبية اسمها رغد الصوفي، عندها مشروع خاص قدرت فيه تدخل عالم الاكسسوار عبر دمج الأحجار الكريمة وتطلع العديد من الأشكال والموديلات لتحجز لها مكانة خاصة. راح نتعرف أكيد أكثر على شغلة، وبيسعدنا نرحب فيك رغد. يسعد صباحك. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. يسعد صباحك رغد. يعني يمكن اول سؤال دائما، مجال الاشغال اليدويه فتي فيه تبعا لدراستك او هوايه كانت مرافقتك حتى اتقنتيها؟ هلا انا بالاساس دارسه معهد هندسي وخاصة المعهد، فبالمعهد كنا ناخذ كثير تصميم وناخذ كثير رسم، فانا بزان. بحب اني دائما اني ابتكر شيء خاص فيني. تمام. فوقت تزوجت وصار عندي بيبي فما في مجال اني اشتغل بشهادتي، فحبيت اني لا خليه ابتكاري والتصميم اللي انا تعلمته بمجال ثاني. حلو كثير. تمام. خلينا نحكي اكثر، نعرف عالم الاكسسوار هو واسع والاشخاص والصبايا دائما بيستهويهم هذا المجال ليفوتوا فيه. كيف خططتي انك انت تفوتي بمشروعك لتقدري تتميزي عن غيرك؟ شو الشغلات اللي حاولتي انت تركزي فيها لتتميزي عن غيرك؟ هلا اول شيء كنت عم اشتغل الاحجار الكريمه، وما زلنا بالاحجار فقط لا غير، نفوت شويه كريستال وشويه شغلات هيك بسيطه مشان الصبايا تجرب المنتجات. لبس القطع ذهب وفضه مشان الصبيه تضل محافظه على لونها قدر الامكان للقطعه. فانه اول شيء انا صرت اشتغل والبس لحالي قبل ما بلش اطرحهم على السوق. تمام. يعني نرمينا عندنا كثير من النماذج جايبتي لنا اياها، لفت نظري انه حتى المسابح انت عملتيها، خاصه انه كنا مارقين بمناسبه وهلا عندنا مناسبات لسعيد الام. كثير من الاصماء فتحت معي. يلا هاي فتحت. هذا التصميم كثير حلو لمسبحه، ما بعرف اذا رح تبين. هي اما بيحملوها بايدهم الشباب او بيعلقوها بمراية السياره. هي عباره عن حجر الدم مع قطعه ملبسه فضه. شو الحجر؟ شو الادوات رغد؟ هلا هو حجر الدم بيجي، فنحن بنجيبه خام وبنسقله بنشكله بالشكل اللي نحن بدنا اياه، بعدين بنبلش بقى نشكل شكل المسبحه. تمام. كمان هون عم نشوف احجار كمان والوان مختلفه. هون شو لولو؟ هلا هون عندنا حجر القمر مع اللولو الزراعي، انا عطيته لون اسود. تمام. هذا اللولو الزراعي اللي هو مو قريب على الطبيعي، لا بيجي مصقول بشكل دائري. والقطعه الثانيه هو حجر التورمالين. مثل ما هو خام مخلينه حجر التورمالين. تمام. اكيد. يمكن كمان عندنا كثير من الاطواق اللي دارجين ولساته اللون الفيروزي او العين، خلينا نقول لساته ترند العين. خبرينا كمان هذا اللون بيروح لونه اول شيء بيسالوا الصبايا شو عم تستخدمي فيه؟ عم تعملي تصاميم حسب ما بتجيكي ولا هيك هلا فيني انا برسوم وبصمم التصميم انا اللي بدي اياه، او مثلا الصبيه بتقلي انا حابه اعمل تصميم معين بنرسم لها تصميم معين. هلا هون هي القطعه اللي شفناها كانت هي نحاس ملبسينها ذهب. تمام. عيار 18 مشان تحافظ على لونها. هي ملبستيها ذهب. هي ملبسه ذهب. حلو. تمام. كمان عم نشوف قطعه ثانيه، هذا الحجر الفيروز اللي ما بيبطل ابدا. تمام. دائما الصبايا بيحبوا يعني فوتنا التفصيله ان كانت اسم او كانت اي شيء بدها اياه الصبيه مع حجر الفيروز. يعني عم نرجع خلي الصبايا يرجعوا يلبسوا الاحجار الكريمه، مو بس للكبار صاروا الاحجار الكريمه. تمام. وبتقدري بتفصلي على طلب كل صبيه؟ على طلب كل صبيه. هلا رغد، يمكن كمان رد دارج الاحجار كطواء بتعطي هيك نوع من بتحسي تقل بالاكسسوار. ايه هيك وفخامه كذا. هي مثلا مناسبه. شو الحجر هذا؟ هذا حجر العقيق البحري. العقيق البحري. تمام. هذا مناسب لكل العالم؟ هلا اكثر شيء بيلبسوه براجون دلو سرطان واسد. اوكي. تمام. بتشتغلي على هي النفسيه يعني لانت تستقطبي الصبايا بتقولي لهم كل وحده حسب شو برجها الحجر الملائم؟ في عندنا قسم كل وحده شو برجها شو هي صفاتها، في لها حجرها. لانه ما فيكي مثلا تلبسي حجر هو ما له مناسبك، بيعطيكي طاقه سلبيه، يعني هو بيعطيكي طاقه بتصير بتتعبك. الجوزاء شو؟ الجوزاء الزمرد. الزمرد. تمام. طيب خلينا نحكي عن الحلقات كمان، لانه ما بيبطلوا دائما الصبايا. اهم شيء اذا ما بتحط اكسسوار لازم يكون في حلق. خبرينا كمان شو الطريقه، كيف عم تعملي التصاميم وخاص وهلا دارج الكبير ولا الصغير الناعم؟ هلا هذا التصميم خاص فينا، اللي هو الحجر العقيقي بالذات له عده اشكال وعده الوان.
تمام. فنحن جبنا العقيق شكلناه بشكل القلب يلي فوق. تمام تمام. بعدين عملنا بالتحت بحجر التوباز. حجر التوباز بيجي منه زهر وابيض وشفاف وموف. فعملنا له هذا القفص وعملنا له بقلب منه حجر توباز. يعني هي الحلقه كلها حجر طبيعي، حجرين مستشكلين مع بعضهم. تمام. يعني اذا بنشوف اي قطعه من هدول القطع عم يكون فيهم اكثر من عنصر مستخدمتي الحجر والمعدن، قديش بتاخذ معك كل قطعه تقريبا شغل؟ يعني ببلشوا معك من اليوم لل 15 يوم. او في قطعه بتاخذ 15 يوم. في من بين القطع اللي جايبتنا اياهم شيء احد يلي الحلقات هن اخذوا فوق ال 15 يوم، حتى يعني اخذوا لهم شيء 20 يوم اللي كانوا مع زينب يلي كان ليكون. هلا نحن جايبتلنا اثنين نموذجين. فانه هذا هو حجر العقيق لون معين. تمام. هذا وين فيهم توبة؟ كمان عم نشوفها عم عربي بتشكيلة معينة، يعني رجع شوي. والحجر هون المستخدم عم نشوف في شكل حجر له ألوان مختلفة، عم تغيري باللون ولا لا؟ هو بالطبيعة هو موجود لا اللون. في الحجار هي بالطبيعة لها كذا لون، يعني يعني كل حجر له كذا لون بالطبيعة. هذا اللولو الزراعي. بدي اسالك، انا اللولو كثير بحبه هو والفيروز. فهذا اللولو الزراعي مو دائما بيكون اللولو اصلي الحجر، هذا الحجر زراعي. هذا زراعي اللي هو بيكون مزارع، حاطين المحارات بقرب مزارع بياخذوه منه، فهذا هو اللولو الزراعي. والقطعه اللي فيه ملبسه ذهب كمان عشان تحافظ على نفس القيمه تبع اللولو. طيب اذا بما انه في تلبيس ذهب بالموضوع، الاسعار كيف عم تكون بما انه هاند ميد؟ يعني هاند ميد وملبسين ذهب كيف عم تكون، وخاصه مشاركاتك انت عم تلاقي اقبال والناس عم هلا اول ما بلشت المشروع كان في شوي تبع استغراب انه ليش الاسعار اغلى من باقي الاكسسوارات اغلى. تمام. بس وقت تاخذي الصبيه اول مره وثاني مره فهي بتعرف انه هي ما اخذت قطعه اول شيء مطروشه بالسوق، ثاني شيء هي ما اخذت قطعه بعد يومين ثلاثه ممكن تنحط على جنب، لا هي حافظت عليها ضلت معها على طول بحجار الطبيعي. فانه بلشوا يعرفوا انه كل واحد شو يعني شو تميز عن الباقي. تمام. طب احكي لنا رغد، من وين تجيبي الافكار لنماذج جديده تشتغليها؟ هلا في يعني بغذي بصري بكل الماركات بكل البراندات، وبعدين انا بقى شو بحب شو برسم شو بطلع انا بقى، بعدين ضيف لمستي الشخصيه. يعني عامله ماركه لنفسك ايضا عم نشوفها، في حدا مثلا ممكن انه ياخذ منك من البازارات ويعرضه بمحل بدون هي؟ وقد ايه انت مشاركاتك بالبازار فتحت لك ابواب للتسويق؟ هلا مشاركات البازارات خلتني فرجي العالم اكثر الشغل على شكل واقع، تتعرفي على عالم جداد. بس انه ينزل القطع تبعي بمحلات بدون اسم البراند هي شوي صعبه علي. طيب خلينا نحكي، بكل مشروع اكيد بيكون في صعوبات معينه، خلينا نحكي عن الصعوبات اللي واجهتك بمشروعك او بعدها موجوده وكيف ممكن انت تقدري تتجاوزيها. هلا اكثر شيء الصعوبه بسبب الوضع الاقتصادي، ما عم نحسن نخلي السعر دائما ثابت، فهذا الشيء شوي عم هيك ياثر فينا، انه كل ما بدنا نجيب ماتيريال جديده كل ما بدنا نجيب اغراض جديده فهي عم تكون فارق السعر. الكهرباء شوي هيك وضعه وين ما كان وين ما كان، فعند الجميع، فهدول هدول اكثر شيء الصعوبات. تمام. يمكن هلا مثل ما قلنا في فتره اعياد، في لسه عيد الام اللي هلا ناطرينه العالم، عم تجيكي طلبات لتصاميم مميزه للامهات، شو هيك عم بتعطي رايك بالتصميم اللي بيجيكي انه لو عملنا هيك احلى، والحجر بتعطيهم هي النصائح انه لكل برج شو بيناسبه حجر؟ ايه طبعا بنعطيهم نصائح الابراج اول شيء، والاحجار في منهم لا بضلوا انه نحن بنحب هذا اللون لا بدنا اياه لو ما كان ما بيناسبنا. بنسمع من الصبيه او من الشخص اللي بده يهدي الهديه، بنسمع كل التفاصيل اللي بده اياها، بعدين بنقول له لا هيك احلى لا هيك اركز، فانه لا بنركز يعني حتى يكون شيء مناسب له وللتصميم ليطلع احلى. صح. طيب بالختام رغد، خلينا ناخذ نصائح منك لكل سيده حابه او صبيه تبلش مشروعها، او حتى اذا بدك للصبايا بطريقه العنايه بهي القطع او ارتدائها. هلا اي صبيه او اي سيده حابه تبلش مشروع، اول شيء تبلش تشتغل فيه وتلبسهم هي مشان تشوف مره على مره شو الاخطاء شو الشغلات اللي هي بتبين معها اول شيء.
مشان الاكسسوارات كيف يحافظوا عليهم، مثلا الحجار لازم احنا لازم دائما نرجع نرجعهم على علبتهم نحافظ عليهم تمام، ان كان فيهم معدن نحاول ما يخليهم كثير يخربصوا، يعني قد ما فينا نخليهم مفرودين، فهنا لو كانوا مطلين لو كانوا كذا خربصوا مره على مره الا ما يقطع يصير له شيء ينتتش القطعه، فانه لا خلينا نكون فاردينهم بقرنه او حاطينهم ببوكس معين. نعم، يعني رغد كثير مبسوطين انه نبلش بمشروع كثير مهم وعم يدر عليك وعلى المجتمع وعلى عائلتك ايضا فائده، بنتمنى نشوفك باهم المعارض والبازارات كمان. شكرا لوجودك معنا. اهلا وسهلا. شكرا لك. شكرا كثير لك رغد الصوفي وكل التوفيق لك.